استذكرت وزارة الخارجية ذكرى تفجير مقرها في بغداد على يد الإرهاب في مثل هذا اليوم من شهر آب عام 2009، والذي تسبب باستشهاد عدد من أبناء العراق وجرح آخرين على يد المجاميع الإرهابية التي اندفعت إلى البلاد من خارج الحدود وأرادت بث الفرقة والتناحر بين الناس على أساس المذهب والدين والقومية، فهم قد ضربوا مؤسسات الدولة التي يعمل فيها جميع العراقيين على مختلف تنوعاتهم، واستهدفوا المساجد والكنائس والأسواق والمدارس.